الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة في بغداد، وسجلت بورصة الكفاح والحارتية المركزية في بغداد صباح اليوم 147,850 دينارا مقابل 100 دولار. وانخفضت أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147,250 دينار لكل 100 دولار. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ الشيب الحدودي ضبط عملية تلاعب الرسوم الضريبية لمادة السيراميك، وقالت الهيئة إنها ضبطت 5 وصولات في المنفذ تثبت تلاعبا في المبالغ الحقيقية والتي من المفترض جبايتها من قبل موظفي الوحدة الضريبية، مشيرة إلى اعتقال الموظفين المتسببين بهذه العملية لإجراء التحقيق معهم أصوليا. أعلن البنك المركزي غرق عدد من أكياس الأوراق النقدية في مدينة الموصل، وقال البنك إنه تأكد من غرق الأوراق النقدية بعد المباشرة بإعادة إعمار بناية فرع البنك في الموصل وإزالة الجزء المتضرر من البناية ورفع الأنقاض وخزائن البنك المطمورة تحتها للتأكد من خلوها من أي تهديدات أمنية بحسب ما قاله البنك. أعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة التركية أن العراق احتل المرتبة الثالثة باستيراد منتجات الفواكه والخضروات التركية بقيمة 145 مليون دولار خلال 9 أشهر. وقالت الجمعية إن صادرات تركيا من منتجات الفاكهة والخضروات ارتفعت بزيادة قدرها 23% في الفترة من كانون الثاني إلى أيلول من عام 2021، مشيرة إلى أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في استيراد المنتجات التركية بقيمة 200 مليون دولار، وأمريكا بالمرتبة الثانية بقيمة 185 مليون دولار، ثم جاء العراق ثالثا بقيمة 145 مليون دولار. تشهد أسعار الخضروات ارتفاعاً ملحوظاً في مناطق سيطرة النظام السوري، خصوصاً الطماطم والبطاطا، وتضاعفت معاناة السوريين مع ارتفاع أسعار الخضروات بشكل كبير في ظل عجزهم عن تأمين وجبة طعامهم اليومية، في حين تتذرع حكومة النظام بانتهاء بعض المواسم ونقص الأمطار. سجلت السندات التونسية عمليات بيع غير مسبوقة في السوق المالية العالمية بسبب مخاطر تخلف البلاد عن سداد أقساط القروض أو إعادة الجدولة. وذكرت وكالة بلومبرغ أن البيانات أظهرت أن سندات عام 2023 التي يصدرها البنك المركزي تراجعت ليجري تداولها ب 78 سنتا، مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا وعملية بيع غير مسبوقة في السوق المالية. ويأتي الضغط على السندات التونسية بعد خفض وكالة التصنيف السيادي لتصنيف تونس إلى مستوى CAA1 مع توقعات سلبية لاقتصاد البلاد. هبطت أسعار النفط بعد أن أعلنت الحكومة الصينية أنها تبحث عن سبل لتخفيف نقص الطاقة، وكانت أسواق النفط قد سجلت أعلى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق من الأسبوع على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية التي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 82 دولارا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 84 دولارا و67 سنتا للبرميل. إلى اللقاء.